نشوف المشغوثة. يلا يا سلام. أجيب معات القرص؟ لا القرص لا بكثرة. أم ثامر خلاص كذا خلصت؟ إيه خلاص. ما فيها شيء تحركينا فيه زي المضراب ولا عادي خلاص؟ لا قبها هنا وحط السمن عليها عرفتي؟ أي مش الملاعق. أم ثامر علمني عادها الحين وش عجنتي وش سويتي؟ وش طريقتك يلا؟ هذه علبة حليب. علبة حليب إيش؟ علبة حليب المراعي. أي حليب؟ أي علبة حليب اللي أي. أو مقاس كم لتر؟ لا نص لتر حليب. نص لتر أيوه. واللبن نفس الكمية هذه وهذه. لبن حليب أي. وعليها دقيق ذرة. اي دقيق ذرة. دقيق ذرة كاسة تقريبا. ودقيق صفر سبعة ولا أي شيء عندك. اي لازم تحطين عليه عشان ما يطلع عليه نار. لأن وتحطي الخميرة ولا؟ لا لا هذه مشغوطة. لا ما عليها خميرة. خميرة على الخبز ولا على الخبز انا ما احط عليها خميرة. هذه تتركينها تطبخ. تعالي الحين الحين. الحين خليها تطبخ لي شوفي تطلع هذه لازم تطلع هذه. الين تنفصل كذا. لازم تريح هذه. اي الين تنفصل من القدر. ايه. دقيق الذرة هو حليب ولبن ودقيق اي دقيق عندك بس يكون اسمر حب حق ملعقتين يعني انت خالطه ذرة ودقيق إيه؟ دقيق ذرة ودقيق بر ودقيق بر اي نوع عندك ما بس المشغوطه لازم الظاهر عليها الذرة اساسيه اساسيتها الذرة إيه؟ اساسيتها والعجينه تصير كذا يعني هذا إيه قوامها اي ضربتها إيه؟ كذا وهذا قوامها يعني الحين هي جاهزه ترى للتقديم. هي كذا خلاص هذه تتقدم لحالها كذا بس هذه فطور عشاء عرفتي تقدم فطور عشاء من اكلات الشتاء يعني من اكلات الشتاء والاكلات الاكلات الشعبيه عند اهل الجنوب هذا اساس مسيار الضحى مسيار الضحى وضحى الزواجات بعد الزواجات يسمونها لطف طيب واللي هناك نشوفه واللي هناك خبزه تعالي تفضل عاد مسيار الضحى ضروري ضروري الاكلات الشعبيه فيها هذه بر عجنتها بر ولا بس دقيق بدون شيء شوي دقيق وملح تعجنينها لا تبي خفيفه يعني اكثر من عجينه هذه كذا يعني لازم هذه في هذه نفس بر بس هذه دقيق بر بس بر ومويه وذره ملح وملح بس أي. طيب يعني وتتقطع وتوكل بهذه لا انا احطها كذا نبغى نقطعها عادي أيوة. ما في مشكله انا بحطها كذا على غمسينها ايوه يحطونها مع السمن هذا مع العسل ايوه مع اللبن تغميستها عادي مع اي شيء ما شاء الله وبرضه مع المقلقل حضرتي تسلمي دينك والله حضر البوادي يما حقت اللي تحطين فيها اللبن والسمن ايوه وهنا عندي اعتقد هذه توها يبيها لا لا خلي خلي شوي بقلب انا ما شاء الله تبارك الله تسلمي دينك اسكر على هذه يما خلاص طفي عليه شوي اسكر ايه هذا هو العسل ها ما شاء الله وهذا السمنه بتحطينه هنا ولا هناك ما ادري ابغى فرشه لا لا يكون هنا واللي تبون اللي تبون نحطه عشان ام فيصل يعني اي هذا ما هي يعني يعتمد على طريقه تقديمها ترى الله ما شاء الله ما شاء الله الله يغنيك يا ام ثامر الله يغنيك يا ام ثامر الله يسلمكم ويعطيكم الصحه وين بيت العسل طيب اللي فاضي اللي فاضي تجي تكب العسل سمك هنا هات هذا الكبير وانا كبخيه كبيها ثنتين لا لا هي على اللبن يعني اصب على شوي شوي عليهم كلهن ولا بس ثنتين شوفي حبي ثنتين عسل والباقي العسل يصب فوقها ولا من عادي لا لا بعض الناس هذه يحطها اي شوي شوي تحطينها يعني واللي يبغى يغمس واحد عسل اللي باخذ بالمعده يكبها عرفتي بعض الناس بس ثنتين اي حبيبتي انا بروح اصب المشروبات طيب ام ثامر هذا ليش جايبته شو نحط فيه؟ كله عسل ولا اثنين عسل واثنين؟ اثنين بس زينه على طيب يا شوف هذا يبغى زياده نعم نحطها انا ها؟ تعرفين المصنع بفرش بحط اجل خلينا اعطينا شيء نساعدك فيه وانت ترتبين امور السبره بس ها؟ السبره هناك تحت الكيس الاحمر ما انت ذيك عشان ديكورت انت تعرفين وتضبطينه وانا خلي اعطيني شغله هنا طيب هذا اسمي هنا وهنا ابشري حتى على دبل عندك
اطفي الخبز هذا يما ثامر لان احس انه نضج. نساعدك نصب السمنه؟ السمنه كبيها هنا فوق العسل ها؟ لا على جنب خليها اللي فاضي في صحنين في لا في صحن خذي الاعشاب صحنين ثانيه وقولي لا بس عرفتي؟ حطي معاها شوي كذا الخلاصه حطيها معها. خلاص بالملعقة ايه ما في ملعقة. وين الملعقة؟ وين الملعقة؟ لا قصدي حقة القلب. جاتني الملعقة هذه. بس هذا نكتبي الكل نبغى نشوف. اي هنا هنا. شوية. شوية. بس. وارجعي من المكتب هذا هنا. لا هذا كبير. هنا؟ ايه. عشان نشوف. قلبت هذا. هذا شغلة عاد انه بغينا نفزع معه بس. لا ما عاد متعودة. لا نعرف طبخات عادة هالنيل. قلبي هذه يما هذه قلبيها هذه اللي تبي قلب لا هذه قلبتها خلاص هذه قلبيها بس. الله تبارك الله. الله يعطيك العافية يا مثال. مع العافية إن شاء الله مرحبا بكم جميعا. هذا السمن مع زي مع خلاص خلاص ايش هذا الحين؟ خلاص اي انا سويته زين اللي ما يبيها يوخر اي عادي. بروح لا خلاص حبيبتي بس ابغى لحظه هي بت ام ثامر بس نساعدها على الطاوله بس عشان نضبط الطاوله. ام ثامر واحده منهم هذيك لا وين حطها في ام سعد؟ هذه عندكم عشان ام فيصل ما هنا يجي ملاعقها. حطيتها ما اسمها عقم ثامر ولا ناخذ من هذه؟ حطيتها حطيت عليها السمنه واضحه في التصوير؟ ما تطلع اي هذا للخبز افضل. هذه خلصت ترى تقريبا هذه الخبزه خلصت هذه اخفت يمكن خبره عليها بس ايوه كذا تمام ايوه اطبري بسم الله الملاعق العدد ولا عشان ما نقول سته سبع كم سبعه حطينا زياده سبعه ملاعق